الشارع التونسي تو سويت نمشيو للرادار. الرادار في الرادار اليوم نحكيو على ترتيب الجامعات التونسية بعد صدور الترتيب الجديد للتصنيف العربي للجامعات العربية. نلقاو فيها من الهني أربعة جامعات تونسية ضمن أفضل 40 جامعة عربية. واضح دونك كان هذا اصدار نهار 21 ديسمبر الجاري. تقريبا اربع جامعات تونسيه. وسامه لاكثر التفاصيل باش يكون حاضر معنا بالهاتف رئيس جامعه تونس المنار سي معز شفره. صباح النور. اذا صباح الخير. شكرا لك لقبولك تفاعلك معنا. اذا سي معز خلينا نبدا ونحكي. وبون هما اربع جامعات: جامعه صفاقس، جامعه تونس المنار، جامعه المنستير وجامعه سوسه. برشا ناس مش فاهمه دكتور حول خاصه المقاييس اللي تم من خلالها التصنيف هذا، لو كنت تعطينا فكره على اعتماد المقاييس هذه شنية، قداش عددهم، كيفاش يتم التصنيف وترتيب والا حتى دخول هذه الجامعات من ضمن التصنيف العالمي ولا العربي. يعطيك الصحة على الموضوع وشكرا على اهتمامكم بالجانب الجامعي ومرحبا بمستمعي إكسبريس أفام. مرحبا. كما ذكرت سيادتك كل الجامعات منخرطة في التصنيفات الدولية، تعرف التصنيفات الدولية وأهمية متاعها لإشعاع الجامعات للليزيبيليتي متاعهم الفيزيبيليتي متاعهم. فما العديد من التصنيفات كما شانغاي وأنواعه، تايمس أير إديوكيشن وأنواعه، كياس وأنواعه، والياس نيوز تصنيف جديد. هي تصنيف منبثق من اتحاد الجامعات العربية أراب رانكينج يونيفرسيتي. هذايا مخرج عنده بعض الأيام صنف تقريبا 115 جامعة عربية. كانت موجودة أربع جامعات تونسية كما ذكرت سيادتك، كانت جامعة صفاقس مرتبة الثامنة، جامعة تونس المنار مرتبة 12، جامعة المنستير المرتبة 13، وجامعة سوسة في المرتبة 40. التصنيف هذا مختلف على التصنيفات الأخرى بقليل في الاعتماد. التصنيف هذايا كان قريب من تايمس اير اديوكيشن ارابيك هذايا اللي هو موجود يصنف في الجامعات العربية. فما كيس ارابيك وهذايا التصنيف الثالث اللي صنف العرب ومنبثق من اتحاد الجامعات العربية. خدم على المؤشرات التالية، كان في التعليم والتعلم خدم على 30 نقطة، عطى 30 نقطة على 100. بالنسبة للبحث العلمي وجودة البحث العلمي 30 نقطة على 100. بالنسبة للتشغيلية هذه نقطة جديدة للتصنيف هذا، هو ركز على ريادة الأعمال لستارت اب أعطى عليها 20 نقطة. والنقطة الرابعة زد على 20 هو العلاقات والمشاريع. المشاريع ما تعرف كيف نقول العلاقات، يعني علاقات دولية ولا حتى محلية، الشراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي. واضح. دكتور الشراكة مع الجامعات الدولية. واضح. دكتور حبينا نشوف معك أهم ربما نقطة تميزت فيها تونس في هذا من ضمن هذه النقاط اللي ذكرتها. هو تونس الحقيقة دائما تتميز بالبحث العلمي، ديما نقول البحث العلمي دائما تتميز فيه. كما تعرفوا شنغهاي من هو من اول التصنيفات الدوليه، فما 50% نحن ما نجموش نخدموا عليهم، ولكن نخدموا كان على 50% نتاع البحث العلمي. ودائما الجامعات نتاعنا متطوره في البحث العلمي. عندنا العديد من المخابر، يعني تقريبا 500 مخبر في البحث العلمي في وزاره التعليم العالي. ان المخابر هذه تنتج، عندنا مرتبه مشرفه كذلك في البحث العلمي على مستوى العالمي. نعطيك اخر ترتيب لتونس في الجلوبال اندكس انوفيشن في تونس، يعني عدد المنشورات البرودكسيون سانتيفيك بارابور لنوبر دابيتون، معناها نسبة لعدد السكان ونسبة للدخل الداخلي الخام بي بي، وصلنا المرتبة الثامنة والمرتبة العاشرة عالميا. يعني دائما في البحث العلمي وفي جودة البحث العلمي، راه مش نحكي بحث علمي فقط، البحث العلمي وجودة البحث العلمي. يعني وعندنا نقطة ثانية كذلك، الجامعات التونسية قاعدة تتطور فيها وقاعدة تتقدم، هو التكوين والتشغيلية.
التكوين والتشغيلية كما تعرف توًا لكل الجامعات التونسية تخدم على المعايير الدولية، وكيف أقول معايير دولية كل جامعات تخدم على الاعتماد الأكاديمي البرامجي المؤسسات، يعني المعايير الدولية اللي خلت جامعاتنا تتقدم في التصنيفات الدولية. واضح. يمكن ينقصنا بصراحة تنقصنا لتثمين البحث العلمي، ولكن في البحث العلمي وجودة البحث العلمي الجامعة التونسية الحمد لله متواجدة وتزاحم جامعات كبرى في العالم. واضح. دكتور سي معز الشفرة، سؤال أخير لهنا، ماذا ينقص تونس أنها تكون ضمن العشر الأوائل أو الخمس الأوائل متاع التصنيف هذه الجامعات العربية، وقت اللي نعرفوا اللي أغلبية التصنيفات إذا كانت موجودة سورتو التصنيفات العربية أنه نلقاو جامعات اللي موجودة في الخليج، هل هي مسألة إمكانيات ولا لا؟ بالضبط، هي كلها إمكانيات، ولكن رأوا جامعات في البلدان العربية رأي متقدمة جدا حتى على المستوى العالمي، رأوا موجودة في أقوى التصنيفات يعني الدولية كما تايمس هاير إدوكيشن، كما شنغاي، كما الكويس، كما الياسنيوز. الجامعات هذه متألقة، ولكن كيف نوصل أنا جامعة تونس منار في تايمس هاير إدوكيشن في عربيك متحصلة على المرتبة 25 ما بين البلدان العربية، في الكويس متحصلين على المرتبة 39 إن شاء الله، وهذا في التصنيف الأخراني هذا عندنا مرتبة 12، ولكن إن شاء الله باش قاعدين نتقدموا بشوية حسب الإمكانيات اللي عندنا. ولكن نشكر أنا كل الباحثين، أنا خاطر صحيح الإمكانيات محدودة، ولكن الباحثين والمخابر البحث والمؤسسات قاعدين يتحصلوا على مشاريع لدعم المخابر للتمويل الذاتي، خاصة المشاريع كومبيتيتيف كما المشاريع الأوروبية. أنت تعرف أن تونس الدولة الوحيدة العربية الوحيدة والإفريقية الوحيدة اللي هي عضوة في البرنامج الاتحاد الأوروبي للبحث العلمي أوريزون أوروب 21-27 اللي هو سابقا يتسمى أوريزون 20 وريزن 2020، وهذا اللي خلانا رغم الامكانيات نتاعنا خلات المخابر تتحصل على 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 المشاريع هذه. وكيف تتحصل المشاريع هذه؟ باش تمول المخابر نتاعها، وان شاء الله باش نزيدوا نتحصلوا على اكثر مشاريع، وان شاء الله نزيدوا نتقدموا في الترتيب حول الله، وهذا هدف واستراتيجيه كل الجامعات التونسيه. واضح. شكرا لك سي معز الشفرة رئيس جامعه تونس المنار على كل هذه التفاصيل. اذا هذه هي الرادار لليوم اسامه. واضح الرادار بالنسبه لليوم، كان نلخصوا في نقاط انه اليوم الجامعات التونسيه متميزه في البحث العلمي، لكن لازم فما امكانيات تكون اكبر لتثمينه باش تكون ربما في دعم الميزانيه، ودعم الميزانيه تاعو باش تكون موجوده في المراتب الاولى. شوي اخر نحكيوا على منصه جديده لحد من حوادث الطرقات، باش يكون معنا مراد الجويني الناطق الرسمي باسم المرصد الوطني لسلامه المرور، نحكيوا معاه على تفاصيل هذه المنصة.